بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ مريم. مرحبا بالأخت منى. نرحب أيضا بضياء أسامة. مرحبا بهداء تهاني. مرحبا ايضا بالتحليل فارغ شوق. مرحبا بكم جميعا، ننتظر قليلا دخول البقيه ثم نبدا حضرتنا ان شاء الله. مرحبا ايضا باستراليا. مرحبا ساره، نرحب بالجميع مرة أخرى. واليوم إن شاء الله تكون عندنا محاضرة أخيرة مخصصة للمراجعة. إذا سوف نمر جملة. مرحبا بك، سوف نخصص محاضرة اليوم للمراجعة وسوف نمر على كامل المحتوى المقرر إن شاء الله. ركز على أهم الأشياء. ننتظر فقط قليلا حتى يتمكن البقية من الدخول. مرحبا نجلان، حتى لا نحرم البقية من محتوى محاضرتنا اليوم. ننتظر قليلا ثم نبدأ. هل في سؤال تسأل شيء قبل ما نبدأ؟ هل الصفات البدنية معيار اختيار لكل وظائف البعض؟ هذه معناها الإجابة نعم، لأن الصفات البدنية مش معناها العضلات المفتولة، يعني معناها الصفات البدنية سلامة الجسم والصحة، هذه الصفات البدنية. في سؤال بالأمس قد طرحناه وكان كالآتي: من الأسباب التي تؤدي إلى القصور في معلومات ومهارات الفرد، قلنا واحد الطرق هي، اثنين التناوب الوظيفي، ثلاثة ألف مع باء، أربعة لشيء مما سبق. ربما كنا متشككين شوية في الإجابة، ولكني بعد روية وكأني لما نقول أن الإجابة الصحيحة هي ألف مع باء، لأنه الترقية أو التناوب الوظيفي تخلي الشخص ينتقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى فيها تحديات أخرى، فبالتالي قد يؤثر هذا على مستوى تمكنه من الوظيفة. من الذي طرح هذا السؤال بالأمس؟ اللي ناقشني في الموضوع اللي هي جملة جمانة. نعم جمانة، نشكرك على الاهتمام وعلى طرح السؤال، وإن شاء الله تكون الفائدة خفيفة. إذا نعيد السؤال: من الأسباب التي تؤدي إلى القصور في معلومات ومهارات الفرد هي الترقية، التناوب الوظيفي، ألف مع دار الشام المسبق، والإجابة هي ألف مع باء. إذن نبدأ محاضرتنا اليوم ونبدأ مع المحاضرة الأولى. إذن راح نمر على كل المحاضرات. نبدأ مع المجمانة. الدكتور أخذ سؤالي: هل البدنية شرط في كل الوظائف؟ أنا أجبتك يا جمانة، نعم هي شرط في كل الوظائف. هل الصحة والسلامة
مطلوبة في الوظائف ولا مش مطلوبة؟ مطلوبة. إذن نبدأ مع الفصل الأول. الجملة هذا هو اللي نقوم به من المراجعة. إذن نبدأ مع الفصل الأول، نمشي بخطوة بخطوة. لأن الفصل الأول تكلمنا فيه عن ماذا، وإن قد تطرقنا إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية. 20,000 معبر. إذن إذا راح تطرح علي أسئلة فما راح نقوم بالمراجعة، ما راح يكفينا. شو رأيكم نجيبكم على الأسئلة أم نقوم بالمراجعة؟ إذا نبدأ مع اللي عنده أسئلة يطرحوا في المنتدى ونجيبه إن شاء الله. خلينا نركز في المراجعة. إذا المحاضرة الأولى كنا قد تكلمنا على مفهوم إدارة الموارد البشرية وكيف عرفناها شباب بسرعة. عرفناها على ماذا؟ على أنها تلك الوظيفة التي تمكن الناس. يلا شباب حتى نكسب الوقت، يلا مع بعض. هي التي تمكن عمرو يوما من وضع شخص مناسب في مكان مناسب. نعم، وقلنا انه احد جناحي عندها جناحين هي الموارد البشرية، وهذين الجناحان هما واحد الفرد والاثنين عن الوظيفة. ولو تذكروا قلنا انه الافراد يختلفوا والوظائف ايضا تختلف، صح ولا لا؟ وقلنا انه اوجه الاختلاف في الافراد والاختلاف من الباطن والظهر. هذا بالنسبة للافراد، لكن بالنسبة للوظائف الاختلاف هو على مستوى الاختصاص وايضا على مستوى المسؤولية، حجم معين المسؤولية. واضح؟ سجلنا شباب. نمر. قلنا انه ادارة الموارد البشرية عندها وظائف مختلفة، ومن الوظائف هذه يلا نعدد مع بعضنا. ريم تطلب بأسد، شو نسوي شباب؟ الراجعة ولا نطرح أسد؟ احنا الآن نقوم بمراجعة، فهل عنده سؤال ولا عنده شيء يخليه للفرق. إذا نبدا مع الوظيفه الاولى اللي هي اي وظيفه؟ الوظيفه اللي هي تحليل العمل، وعندنا مفهومها بعد تحليل العمل تحديد القوى العامله، الاختيار والتعيين، تصميم هيكل الاجور، تصميم انظمه الحوافز، تصميم انظمه مزايا وخدمات العاملين، تقييم الاداء، التدريب، تخطيط المسار الوظيفي. وبالتالي هكذا نكون قد أنهينا مراجعة المحاضرة الأولى. واضح شباب؟ وصلت المعلومة؟ لابد أن الوظائف نعرف معناها، كل وظيفة نعرف شو دور. نمر مباشرة للمحاضرة الثالثة. المحاضرة الثالثة ناقشنا فيها نقطتين معناها مهمة، وهي النقطة الأولى إنه إدارة الموارد البشرية فات مشهور أسئلة نعطيك أسئلة الاختبار أو ماذا. إذا راح نعطيك أسئلة راح نعطيك أسئلة مختلفة وما راح تستفيد منها ولا شيء. شو تحب مراجعة ولا أسئلة؟ إذا نتكلم على النقطة الأولى، أن إدارة الموارد البشرية هل هي مركز ربحية أو مركز تكلفة؟ وكانت الإجابة ماذا؟ نعم ولا أنه مركز ربحية. نعم. لماذا مركز ربحية؟ تذكروا أنه قلنا أنه فيها عائد مادي، والعائد المادي هذا يظهر على المدى البعيد. ناقشنا ايضا نقطة مهمة جدا، ناقشنا نقطة مهمة وحاولنا نفرق في الأخير بين ماذا؟
بين أوجه الاختلاف وأوجه الشبه، بين نعم إدارة الموارد البشرية، نعم أسماء، بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الأفراد. وقلنا أنه من جملة أوجه الشبه الاعتماد على الاستراتيجية الكلية المنظمة، التعاون مع المديرين التنفيذيين، تطابق القيم، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والاعتماد على نفس تقنيات الاختيار، توجيه كل منهما عناية خاصة للاتصال مع العاملين. هذا أوجه الشبه. أما أوجه الاختلاف فهي كالآتي: تركيز إدارة الأفراد بصفة أساسية على غير المديرين، تعتبر إدارة الموارد البشرية نشاط متكامل، تؤكد إدارة الموارد البشرية على أهمية اشتراك الإدارة العليا في إدارة الطاقات التنظيمية. إذا أربع: إدارة الموارد البشرية تلعب أكثر دورا محورية، إدارة الموارد البشرية تعتمد بالأساس على فلسفة الإدارة العليا، وهكذا دوري. إذا هذه أيضا من النقاط المهمة التي تطرقنا لها. وبهذا نمر للمحاضرة الرابعة. خلصنا مراجعة المحاضرة الثالثة. واضح من الأمور شباب ماشيين معايا؟ ممتاز. نمر للتحليل العمل ونبدأ بمفهوم تحليل العمل. من يعطيني مفهوم تحليل العمل؟ نعم أحسنت. تحليل العمل هو جمع المعلومات بطريقة مبسطة، وجمع المعلومات. أحسنتم. السؤال نطرحه الآن: نعم علاية تقول تحديد مواصفات شغل الوظيفة، تحديد أنشطة المرن، تحديد أنشطة الخطة الوظيفية. نعم هذا كله يدخل في تحليل العمل، والكاتب يعرف تحليل العمل هو بتحليل الأنشطة المكونة له، هو وضع ذلك في توصيف متكامل وتحديد مواصفات شغل العمل الوظيفة. إذا السؤال يطرح نفسه: ما هو الهدف من تحليل العمل؟ لماذا نقوم بتحليل العمل؟ لو تذكروا في حصة من الحصص قلنا أنه قلب إدارة الموارد البشرية. نعم، لأنه يمكن من تصميم العمل، لأنه يمكن من الاختيار، تقييم الوظائف، تقييم أداء العاملين التدريبي، تحديد الاحتياجات في العمالة، تفصيل العمل، طرق النقل. إذا كل وظيفة من وظائف الموارد البشرية هي مرتبطة بتحليل العمل. وبهذا نمر للمحاضرة الخامسة. نحن الآن في المحاضرة الخامسة. في المحاضرة الخامسة تناولنا أساليب جمع البيانات، صح ولا؟ هناك كم من أسلوب لجمع البيانات؟ نعم علي جمان أحسنتي نادي صار هناك أربع جملة هي المقابلات الشخصية. نعم ايضا بعد المقابلات الشخصية شو فيه؟ الرحلة المباشرة جمان أحسنتي، الاستقصاء. نعم الاستقصاء وفحص سجل الاداء. نعم يا اولي أحسنتي. لان هذا المسارين جمع العمل. ممتاز. نمر الآن للمحاضرة الثالثة بعد ما خلصنا أساليب جمع البيانات. لكن قلنا أنه رغم الأساليب المتعددة في جمع البيانات اللي ذكرتوها الأربع أساليب، ولكن الخطأ وارد، صح ولا؟ قد تكون معلوماتنا غير صحيحة. نعم نعم جمانة. إذا ما هو مصادر الخطأ؟ لماذا
يمكن أن نخطئ عند جمع المعلومات وجمع البيانات. نعم نجومات، أولا هناك يمكن أن تكون اختلاف إجابات، تغيير في بيئة العمل، نعم، عدم ملائمة الوضع، نعم، أحسنت يا رب، عندي جملة، نعم، أيضا تغيير، نعم، جملة في سلوك شغل الوظيفة، نعم، هذه من مصادر الخطأ. قلنا أنه تحليل العمل يمكننا من تصميم الوظيفة، فما المقصود بتصميم الوظيفة؟ ما المقصود بتصميم الوظيفة؟ نعم ثانية بناء هيك التنظيم، تحديد طريقة أداء، نعم علا تحديد طريقة أداء العمل، علا ما شاء الله عليك مركز تستعمل في نفس المصطلحات اللي استعمل فيها الكاتب، نعم جميل جدا. جمانة أيضا تحديد طريقة الأداء، ممتاز. إذن هذا تصميم الوظيفة. إذن أيضا تصميم تحليل العمل يؤدي إلى تصميم الوظيفة ويؤدي إذن إلى توصيف الوظيفة. فمن يذكرني في مكونات توصيف الوظيفة؟ ما المقصود بتوصيف الوظيفة وما هي مكوناتها؟ نعم شيرين الاسم هو ملخص عام للوظيفة أو لا أحسنتي، هو ملخص عام لهذه المفاز في مواصفات شغل الوظيفة، ظروف بيئة العمل، نعم من العلاج. إذا هي في الحقيقة خمس نقاط نذكرها، أول نقطة تعريف الوظيفة، ملخص عام الوظيفة، المسؤولية والواجبات، نعم مشاير، ظروف وبيئة العمل ومواصفات شغل الوظيفة. وبهذا ننهي المحاضرة السادسة ونمر إلى تخطيط العمل. تخطيط العمل، تخطيط احتياجات الموارد البشرية. إذا ما المقصود بتخطيط احتياجات الموارد البشرية؟ نعم فاطمة المطلوب والمعروف. نعم أسمع فاطمة أعطتنا تعريف كامل شامل هي المقارنة بين المطلوب والمعروف من العمالة في المنظمة والتصرف الفائض أو العجز في العمل. أحسنت يا أسماء، نعم إجابة جميلة جدا. هذا مفهوم تخطيط احتياجات الموارد البشرية. عندنا مصطلحين أساسيين اللي هما المعروض والمطلوب. فننتقل مباشرة للمحاضرة الثانية. إذن في المحاضرة الثانية راح نشوف ما هي الأشياء اللي تأثر في المعروض وما هي الأشياء اللي تأثر في المطلوب. خلينا نبدأ بالسؤال هذا، ما هي العوامل، وهذا محور المحاضرة الثانية، العوامل المؤثرة في التنبؤ بالعمالة، ما هي هذه العوامل؟ يلا نعددها بسرعة. ما هي العوامل المؤثرة في التنبؤ؟ تحديد الوضع المطلوب، نعم تأكد، نعم سمعت من تحديد المقررات الوظيفية بطريقة سليمة، ممتاز. ثلاثة ماذا؟ التأكد من أن من يشغل الوظيفة عنده مانع قادر على أدائها،
أربعة تحديد تأثير التغير المتوقع يعني حجم الإنتاج، خمسة تحديد تأثير التغير المتوقع في تكنولوجيا الإنتاج، ستة تحديد تأثير التغير المتوقع في الهيكل التنظيمي، سبعة تحديد تأثير الاستثمارات الجديدة. إذا نتكلم عن ماذا الآن؟ نتكلم عن الأساليب التي يمكن استخدامها لتحليل المعروض من العمل. ما هي الأساليب التي يمكن استخدامها لتحليل المعروض من العمل؟ يلا شباب. نعم محسن الخيارات، خيار الترقي والأحلام، ولكن أول هذا قائمة العمل. قائمة العمالة، قائمة تدفق العمالة بدرية أحسنتي، مخزون المهارات، قراءة الترقي والإحلال، قراءة النمو الوظيفي، نعم تحليل ترك الخدمة جملة أحسنتي. وبهذا نمر للمحاضرة التالية. خلصنا المحاضرة الثانية. في المحاضرة التاسعة لو تذكروا شباب هذه الأساليب، لا ما يهمنا الأساليب بالترتيب يا جمانة، لماذا؟ لأنها كلها أساليب، لكن متى الترتيب مهم؟ إذا نتكلم على خطوات فالترتيب مهم. إذا المحاضرة التاسعة تتكلم على ماذا؟ تتكلم على كيفية التعامل مع العجز أو الفرق. ففي حالتين، الحالة الأولى حالة الفقر، فإن كان هناك فقر وكان الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل فالحلول الممكنة ما هي؟ إعادة تأهيل العمل، هذا واحد. اثنين الاحتفاظ بالعمالة لمواجهة حالات ترك الخدمة. الحالة الثانية إذا كان العرض يزيد عن الطلب في سوق العمل فالحلول الممكنة التقاعد، تشجيع التقاعد المبكر، تعويضات البطالة، التدريب وإعادة التدريب، إيجاد فرص عمل بديلة وإلى ما بعد. الآن ننتقل إلى كيفية التعامل مع العجز، وفيها أيضا حالتين، الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل. إذا كان هناك عجز وكان الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل فلابد أن نبحث عن مصادر جديدة للعمالة، تسهيل عملية الاختيار، زيادة الأجور، رفع مستوى إنتاجية الفرد، تكبير الوظائف، إحلال التكنولوجيا محل العمالة. أما إذا كان العرض يزيد عن الطلب في سوق العمل فلا يوجد هناك أي إشكال أمام المؤسسة لمقاومة العجز. وبهذا ننهي شباب المحاضرة التاسعة ونمر للمحاضرة العاشرة. في المحاضرة العاشرة نتكلم عن الاستقطاب. والاستقطاب، عملية الاستقطاب تمر بمراحل صح ولا لا؟ نعم جمال، هي جلب المترشحين، نعم جذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين تتواجد في المؤسسات. ما هي الخطوات التي يمر بها الاستقطاب؟ نعددها بسرعة مع بعضنا. يلا، أول خطوة اللي هي نعم جمانة تخطيط القوى العامة، نعم علان، ثم طلبات المديرين من العمالة، تحديد الوظائف الشاغرة، نعم علان، النظر في التحديد، نعم جملة أحسنتي، الاستقطاب، ثم الاختيار والتعيين. أيضا شفنا أنه في الاستقطاب في مصادر داخلية ومصادر خارجية. أما من المصادر الداخلية فنذكر منها ماذا؟ الترقية، نعم، النقل الوظيفي، مخزون المهارات، الإعلان الداخلي عن طريق الزملاء والمعارف، مع محسنتي مريم الجمعانة عبير نادية. نمر للمصادر الخارجية، والآن نمر للمحاضرة الحادي عشرة.
من المصادر الخارجية نتكلم عن ماذا؟ تقدم البشر، الإعلان عن وكالات ومكاسب التوظيف، عام الخدمة العسكرية، المدارس والجامعات، النقابات العملية، كل ما ذكرته هذا الأخذ والخبراء كلها من المصادر الخارجية. نمر للمحاضرة 12. حقيقة من الوقت يدهن يمضي بسرعة، عندما تكون تحتاج الوقت فيتسارع الوقت. نتكلم على إجراءات الاختيار، وإجراءات الاختيار منها المقابلات المبدئية، منها طلب التوظيف، منها الاختبارات ايضا، صح ولا؟ وقلنا انه في اختبارات نفسيه، اختبارات قدرات ذهنيه، اختبارات اداء، اختبارات سرعه الاستجابه والى ما ذلك. ونمر للمحاضره الثانيه عشر. سؤال جمالة في كل اجراءات هي الخطوات، حاسس بالجملة لابد أن تعطيني جملة كلها كاملة حتى أقول لك نفس المعنى ولا مش نفس المعنى. إذا نمر للمحاضرة 13 ونتكلم على المقابلات. شفنا أن فيه أنواع عدة من المقابلات، من يعدد لي أنواع المقابلات؟ العامل بالنسبة لمين؟ جمانة، نعم في هذا المعنى نعم. إذا أنواع المقابلات قلنا كثيرة، الفردية، الجماعية، الفردية والجماعية، نعم المختلطة، الحدود غير المخططة والمخططة والمختلطة، حل المشاكل والضروب. حقيقة هي كم النوع؟ هي 7 أنواع، فلابد أنه ننتبه للاختلاف بين هذه اللقاءات. اتفقنا شباب لابد أنه كل نوع من اللقاء يكون واضح في أذهانكم. حاول نستعجل شوية. نمر الآن للمحاضرة 14. في المحاضرة 14 شفنا جملة من المفاهيم، شفنا الفرق بين المرتب والأجر، وقلنا إنه المرتب شهري لكن الأجر يومي أو أسبوعي. شفنا الفرق بين إجمالي الأجر وصافي الأجر، وقلنا إجمالي الأجر هو قبل الاستقطاع وصافي الأجر بعد الاستقطاع. شفنا النقدي والعيني، قلنا النقدي فلوس لكن العيني يمكن يكون مزايا وامتيازات. إذا هذه مفاهيم أساسية شفناها. نمر للمحاضرة 15. قلنا انه في طرق، اذا نتكلم على تحديد تصميم نظام الاجور او تقييم الوظائف، قلنا فيه طرق كمية وطرق غير كمية.
أما الطرق الغير كمية فهي ماذا؟ طريقة الترتيب والدرجة مع عمي عوزين. أما الطرق الغير أما الطرق الكمية فهي مقارنة العوامل والنقاط. نعم أحمد. من الصوت عندها يتقطع لكن يظهر لي صوت يصل للجميع بطريقة أخرى. تأكيد رجاء من الشباب. إذا الصوت وصل إذا نمر لابد أن ننتبه للخطوات الموجودة في كل طريقة من الطرقات من الطرق عفوا كل طريقة وعندها خطوات. مثلا طريقة التركيب البسيط واضحة، المقارنة الزوجية واضحة، طريقة الدرجات فيها كم من خطوة، طريقة الدرجات فيها 4 خطوات لابد أن نعرفها. طريقة مقارنة العوامل فيها 6 خطوات، طريقة النقاط فيها 7 خطوات. نمر للمحاضرة اللي بعدها. نحن الآن في المحاضرة 16، وفي المحاضرة 16 يقول الكاتب أنه عادة تكون درجات التي تكون فيها الوظائف تتراوح بين 24 درجة. المهم في العملية أنه ما هي الأشياء التي تحدد عدد الدرجات في الشركة؟ في أشياء كثيرة تخلي الدرجات كثيرة ولا تخليها قليلة. ما هي هذه الأشياء؟ نعم عليها حجم الشركة. أحسنتي، ما شاء الله عليكم، أنا منتبهة وحريصة ما شاء الله. حجم الشركة، عدد الوظائف، سامي أحسنتي، حجم الشركة، سياسة الترقية عليها، نعم، الفرق بين أعلى وأجر، أعلى أجر وأدنى أجر، العرف السائد، نعم، جملة جمالة، نعم، ممتاز. إذن هذه الأشياء اللي تحدد عدد الدرجات التي الذي يكون مفروض. في الحقيقة أيضا في هذا الفصل قلنا أنه من أهم القضايا التي تطرح هو بعض الإشكالات تطرح، منها ماذا؟ معالجة الوظائف الخارجة عن خط الاتجاه العام. وفي الحقيقة لما تكون خارجة عن الاتجاه العام في حالتين: الحالة الأولى تكون وظيفة أجرها أعلى من قيمتها، فبالتالي الحلول الممكنة أنه إما نخفض الأجر أو نجمد الأجر، وإذا كانت الوظيفة أجرها أدنى من قيمتها فالحل أنه نرفع في الأجر. أيضا من القضايا التي تطرح لتحديد الحد الأدنى والأقصى، دراسة أو مسح الأجور، تعديل الأجور حسب نفقات المعيشة، إدارة العلاوات، سرية وعلانية الأجور وإلى مدى. مر الآن المحاضرة 17، نتكلم على الحوافز والمدى. إذن هذا اللي نقوم به زمانا. نمر إذن الحوافز. سؤال يطرح الكاتب، يطرح سؤال يقول: لماذا وجدت الحوافز؟ ما هي السبب من الحوافز؟ في أشياء كثيرة في الحقيقة تجعل الحوافز مهمة، نعم التشجيع، ولكن الكاتب يقول زيادة نواتج العمل، تخفيض الطاقة في العمل، إشباع احتياجات العاملين، شعار العاملين بروح العدالة، جذب العاملين،
تنمية روح التعاون كلها من أسباب وجود الحوادث. نمر للمحاضرة 12، وفي المحاضرة 12 تكلمنا على الحوافز، تكلمنا قبلها على الحوافز المتعلقة بالعمال، وبعدين تكلمنا على الحوافز المتعلقة بالإداريين، وتكلمنا أيضا على العلاوة أيضا من جملة الحوافز، وقلنا أنه العلاوة يمكن تكون علاوة الكفاءة، علاوة الأقدمية، علاوة استثنائية، وتكلمنا أيضا على فصلنا لو تذكروا مين سنو عنده سؤال الأدوار مهمة، ما فهمت الأدوار إيش بالضبط، هل أنا ودي لو تركزوا معايا هاي وضع أن تطرحوا أسئلة تركزوا معايا، شو رأيكم؟ إذا نمشي لأنواع الحوافز، وقلنا أنه تنقسم الحوافز صح ولا لا؟ فيه الحوافز جماعات الفردية، وفي حوافز جماعات العمل، وفي حوافز على مستوى المنظمة صح ولا لا؟ وقلنا من الحوافز اللي على مستوى المنظمة منها ماذا؟ منها المشاركة في الأرباح، خطط الاقتراحات، ملكية العاملين لأسهم الشركة، و بهذا ننهي المحاضرة 12. نعم يا أمانة، فردية جماعية على مستوى المنظمة ماذا أيضا؟ إذن هي ثلاثة أنواع، فردية وجماعات العمل وعلى مستوى المنظمة ككل. في أنواع الحافظ على مستوى المنظمة ككل هي مشاركة الأرباح وخطط الاقتراحات وملكية العاملين للأسهم. نمر بعدها مباشرة للمحاضرة 19، والمحاضرة 19 طرقنا فيها شروط نظام جيد للحوافز، وتكلمنا خاصة في الأخير عن مراحل تصميم نظام الحوافز. قلنا إنه المراحل عددها كم شباب؟ لا يا جملة، نتكلم على مراحل تصميم نظام الحوافز، كم المرحلة؟ أربعة. نعم يا ريم، وهي وهنا الترتيب مهم، أحدكم سألني على الترتيب، عندما نتكلم على الخطوات يصبح الترتيب مهم. أول خطوة تحديد هدف النظام، ثاني خطوة دراسة الأداء، ثالث خطوة تحديد ميزانية الحوافز، ورابع خطوة وضع إجراءات النظام.
لهذا نمر للمحاضرة 21، نتكلم على تقييم الأداء. والسؤال المطروح، ما هو الغرض من التقييم؟ لماذا نقيم؟ في كذا نقطة، لماذا نقيم الموظفين؟ كم عدد هذه النقاط؟ بسرعة شباب، باقي معنا 4 دقائق فلابد أن نخلص. الغرض من التقييم تقديم معلومات للعاملين أنفسهم، تحديد زيادات الأجر، تحديد مناسبة الوظيفة الحالية للفرد، التعرف على الأعمال والمهام الخاصة التي يمكن أن تسند للفرد، تحديد إمكانية ترقية الفرد، تحديد أوجه القصور، إجبار المديرين على أن يربطوا سلوك مرؤوسيا بنواتج العمل. هذه من أسباب التقييم. واضح شباب؟ مر المحاضرة 22 وبدأنا المحاضرة 22. سؤال، كم مرة يتم التقييم سنويا؟ وقلنا أن التقييم يتم، يمكن أن يكون مرة في السنة، مرتين، أو يمكن أن يكون أكثر. وقلنا أيضا متى يتم التقييم؟ قلنا يمكن أن يتم التقييم في نهاية الفترة، كما يمكن أن يتخلل الفترة، يمكن أن يكون داخل الفترة. معايا يا شباب؟ ممتاز، فاهمين، اموركم واضحة. ممتاز، في نقطة لابد أن ننتبه لها. نعم، يمكن أن يكون أكثر من مرة. نعم، نقطة ننتبه لها أنه في معايير كثيرة نعتمدها للتقييم، صح ولا يا شباب؟ منها وقسمناها، قلنا أنه معايير نواتج الأداء فيها ماذا؟ كمية الأداء وجودة الأداء. معايير سلوكية مثلا معالجة شكاوى العملاء، إدارة الاجتماع، كتابة التقارير، المواظبة على العمل، التعاون مع الزملاء. هذه من ايش؟ من المعايير السلوكية. والمعايير الأخيرة هي معايير مرتبطة بالصفات الشخصية كالمبادرة والانتباه والدافع. وصلنا إلى نهاية الوقت، ما أدري عندكم محاضرات بعد ولا؟ ما عندكم ولا شيء، ممتاز. إذا حقيقة راح نمر بعجالة، باقي
لم يتبقى لنا الشيء القليل. فالآن نحن في التدريب نتكلم على التدريب. قلنا أن التدريب فيه خطوات يتبع خطوات معينة وهو مسؤولية المدير الموارد البشرية والمديرين التنفيذيين. وفي أنواع كثيرة من في تصنيفات كثيرة للتدريب. في الحقيقة ما ودي نكثر عليكم، ربما نكتفي بهذا الشباب، نكتفي بهذا القدر من المراجعة، ويبقى المجال مفتوح. إذا عندكم سؤال ولا استفسار في المنتدى يسعدني أنه نجيب على أسئلتكم. إن شاء الله الأمور تكون واضحة، إن شاء الله الأمور تكون بسيطة وسهلة. لكن من يدخل الدكتور، من يقيم الرئيس المباشر؟ في أساليب كثيرة للتقييم، وقلنا أنه حتى المدير يمكن أنه المرؤوسية يقيمه. جمانة تقول دكتور من ضمن أنواع الحوافز، حوافز على مستوى التخصصين والإداريين. إيه، لكن هذا فيه أنواع على هذا تدخل في الفردية، والفردية فيه نوعين، فيه على مستوى العمال وفيه على مستوى التخصصين والإداريين. من هم المدراء المباشرون؟ هم رؤساء الأقسام. إذا ما ودي نشغلكم بتفاصيل كثيرة، ودي نسهل عليكم. إن شاء الله الأمور كانت بسيطة وسهلة. إن شاء الله الأمور أيضا في المتناول. نعم جبنا خلصنا، إن شاء الله الأمور في المتناول. فقط نبهكم شيء، إنه رجاء نحرص انه نجتهد، نحرص انه نراجع، انه نقوم بالمطلوب، وبحول الله الامور كلها تكون بسيطه. لكن ما ودي واحد ما يراجع، ما يقوم باي مجهود، وحتى يوم الاختبار في الليل يفتح المذكره ويقضي معها مده لا تتجاوز نص ساعه ولا ساعه، وبعدين يقول الاختبار صعب. الامور سهله وسهله للغايه، لكن رجاء لا نستسهل الأمور. فالاختبار دائما اختبار شباب. أنا متأكد أنه في متناولكم، وأنا متأكد أن المجموعة اللي كنا مع بعض نشتغل على مدار الترم كامل، ولا أريد أن أسمي حتى لا أنسى البعض، ولكن أنا متأكد أنه الشباب اللي كانوا متواجدين معايا بحول الله درجاتهم تكون عالية والأي بلاس في المتناول. فرجاء نحرص أنه نقوم بالمجهود المطلوب، وإن شاء الله نتائجكم تكون عالية وعالية جدا إن شاء الله. هذا هو اللي عندي. شكرا لكم، سعيد إنه درستكم، ونتمنى لكم مستقبل زين، وإن شاء الله متوفقين في هذه المواد الأخرى، متوفقين إن شاء الله في الدراسة وخارج الدراسة. شكرا لكم، جزيل الشكر لكم مني، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.